أقيم في المدينة القديمة ببلدية أوزيلا مهرجان نسائم الربيع لرياض الأطفال تحت شعار نهتم بأطفالنا من أجل مستقبلنا، بحضور مدير مكتب التعليم المبكر بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة ومسؤول المنطقة التعليمية لبلدية الواحات وعميد وأعضاء المجلس البلدي. اليوم نحن في احتفالية لأطفال الواحات في كل من أوزلة وزالو وأشخرة، اجتمعت هذه الرياض لإقامة مهرجان الربيع الذي تم التوافق عليه بين هذه المناطق لإقامة هذا المهرجان. وحقيقة هذا المهرجان إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون له أهداف سامية، خدمة للطفل وخدمة للعملية التربوية إن شاء الله تعالى. تناول المهرجان العديد من الفقرات التراثية قدمها الأطفال بأزياء شعبية تعبر عن تراث مدن الواحات، بالإضافة إلى العديد من الكلمات التي أثنت على جهود معلمي ومدراء رياض الأطفال على تنظيم هذه المناسبة الوطنية التي من شأنها غرس حب الأطفال للزي الشعبي الوطني. نأمل أن تكون هذه الروح جميلة بين كل مناطق ليبيا. أبنائنا الأطفال هم الذين سيصنعون معنا ليبيا الجديدة. نأمل ونرجو من الجميع الاهتمام بالطفل واحتياجات الطفل. من يريد أن يعمر في هذا أو في هذه الفئة العمرية، من يريد أن يستثمر في هذه الفئة العمرية. هذا هو الاستثمار الحقيقي، هذا هو المشروع الاستراتيجي بامتياز. النخب وكل ما نحتاجه من قيادات في ليبيا مع هذه الفئات المبكرة. وشدد الحاضرون خلال المهرجان على ضرورة تسليط الضوء على هذه الفئات السنية باعتبارهم عتاد الوطن وبناء المستقبل. عادية العبيدي، ليبيا الحدث.